سعيد على كل مشاهدينا اللي بيشوفونا ويتابعونا من كل مكان، واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج ريفيو. صباحك فل يا سهى. صباح الفل يا نوره، وصباح الورد على كل مشاهدينا اللي بيشوفونا في كل مكان، واهلا بيكم في حلقه جديده وموضوعات جديده من برنامجكم ريفيو. حلقتنا النهارده فيها مواضيع كتير هتهم طبعا كل الستات والبنات، بدايتها بقى الامهات والولاد. طبعا خلاص دقت ساعه الصفر، امتحانات الثانوية العامة بقى، وزي ما بيقول بقى خلاص، يعني عارفين طبعا التوتر، واحنا طبعا من الناس اللي مرينا اكيد بالتجربة دي، واعصابنا كانت بتبقى مشدودة. هو جدول الامتحانات ينزل من هنا وحالة الطوارئ تبدأ في البيوت، بطننا بقى مش بطن الاطفال او الطلبة بس، الاهالي الاساس بشكل طبعاً اكبر، وهم اللي بينقلوا توترهم للولاد. ولازم نقول لهم ان ما تقلقوش، لان طبعا فتره الامتحانات دي طبيعيه جدا، وان هي فتره زي اي فتره احنا عملنا اللي علينا طول السنه بالظبط، مش بس وقت الامتحانات، لان أيوة دي حاجه مهمه جدا. وطالما عملنا اللي علينا ان شاء الله ربنا ما بيضيعش تعب حد. الناس دايما او احنا تحديدا بنشوف دايما الامتحانات دي هي البعبع بالنسبه لنا، كاننا ما عملناش اي حاجه طول السنه. يا نوره قولي لي بقى انت ايه الاخبار؟ انا ولا ولادي؟ كلهم بقى. انت اكيد مريتي طبعا بالتجارب. أيوة دي ربنا يخليهم لك. الثانويه العامه هي البعبع الاكبر طبعا. لسه ما وصلناش للمرحله دي مع اطفالي، بس كل الفاينل كل سنه بيبقى فيه الخوف من دخول امتحانات الفاينل، برغم ان مؤخرا بقت السنه معظمها امتحانات. امتحانات كلها معظمها امتحانات، يعني كويزز كتير جدا وتجارب كتير، موك اكزام، مش عارفه ايه، يعني بس كل الحاجات دي عشان تاهيل، صح كده بنأهل. كل الحاجات دي بتبقى تدريب وتاهيل وتعود على ضغط الامتحانات، وكمان علشان الطالب يلم المنهج. يعني يخلص جزء يمتحن فيه، يخلص التاني يمتحن فيه، وهكذا. فليه بنتوتر في امتحانات الفاينل؟ عارفه الايام زمان ما كانش زي دلوقتي، انا متوتره جدا. يعني عندي مثلا ياسين عندي برايمري 4، كله بقى راعبني من موضوع ده السنه الجايه، وازاي بقى وموضوع اللجان والحاجات دي كلها، فانا والله اللي متوتره وتعبانه السنه اللي جايه علشان شهاده يا ناس وكده. ايوه بالظبط كده، عارفه اللي هو خوفا وتوتر بسبب موضوع بقى الشهادات والكلام ده كله، فضغط عصبي بجد بشع. طب انت مفيش موقف كده ولا اي حاجه؟ لا بصي، انا عن نفسي هكلمك عن نفسي انا، وفي حد من بناتي واخد مني النقطه دي، توتري داخلي ما يبانش عليا خالص ان انا متوتره. ماما نفسها كانت تقول لي وانا بلبس ونازله على الامتحان، انا حاسه ان انت رايحه رحله، يعني ايه عادي بقى، مستغربه ان انا مش بس بالعكس بقى توتري كان بيكون داخليا. بس خلي بالك دي طبيعتك طبيعتي انا كده اصلا، وكان بيحصل لي كونتراكشنز رهيبه، تقلصات اول ما ورقه الاسئله تتحط تبقى موجودة على الديسك قدامك حتى لو مذاكره. طبعا انا مذاكره، انا كنت شاطره جدا بالظبط. ما بقول انا نفس القصه برضو، انا لا وقت الامتحانات الموضوع توتر لدرجه ان في بعض الاوقات كنت بستاذن في اول اللجنه ادخل التويلت. وانا كمان انا من الناس دي جدا، وما اعرفش ليه، ممكن ما بقاش عايزه اعمل كده. توتر داخلي طول الوقت فعلا. بنحاول نبين ان احنا مش مضغوطين، ما عندناش حاجه صح، ولكن احنا من جوانا في ضغوطات فوق بعضها. بصي الكلام كتير طبعا، ويعني مش هنبطل كلام عن الامتحانات وتوتر الامتحانات، فربنا يوفق كل اولادنا طبعا كلنا جميعا، كلام عمره ما ينتهي. بس دلوقتي بقى عايزه اقول لكم ايه، زي ما كل مره بنستغل نوره، هيبقى معانا النهارده دلوقتي الكبسوله بتاعتنا بتاعت حلقتنا مع دكتوره نوره مقشط، استشاري التجميل بدون جراحه، عن الحقن لاذابه الدهون المتراكمه الموضعيه في مناطق كتير جدا، وخصوصا هتكلمنا عن موضوع اللغط. يلا بينا نشوف الكبسوله ونرجع لحضراتكم تاني، اتفضل. الحقن لإذابة الدهون موضعيا طريقة آمنة جدا وفعالة للتخلص من تراكم الدهون موضعيا في مكان واحد، زي اللغد، البطن، الذراعين، الفخذين، وحتى الظهر. نتائجها بتكون هايلة، خصوصا إذا تم الدمج بينها وبين الأجهزة التنحيفية الحديثة زي الكافيتيشن أو الهايفو أو الراديو فريكونسي. الحقن دي بتعمل على تحلل الدهون العنيدة وتصغير حجمها علشان يسهل على الجسم التخلص منها. بننصح مع الجلسات دي إننا نزود كميات شرب المية، وكمان نزود الحركة علشان نحقق أكبر استفادة.
فقرتنا دلوقتي مميزة جدا لأننا هتكلم فيها عن تفاوت التفكير بين الأجيال. كنا زمان بنتكلم دايما مع أهلنا ونقول لهم كلمة ياه على أيامكم كان بيحصل كذا، وكنا حاسين فعلا بالفرق الغريب جدا. لكن دلوقتي إحنا كجيل الثمانينات والتسعينات بقينا بنحس مع جيل الألفينات، رغم إن الفرق مش كبير ما بيننا، بقينا بنشوفه حتى في التعامل دلوقتي مع كل الناس وحتى مع أولادنا، بقينا بنحس إن في فرق يعني كبير قوي وإن إحنا قدام قوي معاهم. وساعات ما بنبقاش قادرين إن إحنا نفهم أطفالنا ونتعامل معاهم إزاي زي ما كانوا أهلنا بيتعاملوا دايما معانا. إحنا دايما كنا بنطبق تعامل الأهل مع بعضها، يعني أنا مثلا والدتي كانت بتتعامل معايا بطريقة، فأنا بتعامل دلوقتي مع ابني بنفس الطريقة، لكن في فجوة حصلت. طب حصلت إزاي؟ هنتعامل مع أطفالنا إزاي بطريقة صح؟ ازاي ده كله هنعرفه دلوقتي من ضيفتي اللي منوراني في الاستوديو، دكتوره منى صلاح اخصائي ارشاد نفسي الاطفال. صباح الورد عليكي. اهلا، صباح الفل، منورانا. ميرسي نورك. خلينا بقى ندخل على طول يعني في الموضوع، ايه اللي حصل؟ يلا بينا. فجاه بقينا دلوقتي حاسين ان في فجوه ما بيننا وما بين اولادنا او ما بيننا وما بين الجيل اللي طالع. ايه اللي حصل؟ هقول لك. الاول انا مبسوطه جدا ان انا معاكي. يشرف لي. برنامج جميل جدا وبتابعه على طول. يشرف لي. بصي، الفكره ان احنا ما اكتشفناش ولا حاجه، احنا كنا صغيرين ولما اتحطينا في نفس السيتويشن اللي اهالينا كانوا فيها اكتشفنا ان احنا بنقول نفس كلامهم. يعني هم كانوا بيقولوا لنا ده انتوا ايه اللي بتعملوه في زمانكم ده؟ ايه الاغاني اللي بتسمعوها؟ ايه الحاجات اللي بتعملوها؟ احنا بنقول لاولادنا نفس الكلام. بالظبط، صح. مع ان احنا ما بنبقاش يعني مدركين، يعني لما بنفكر بقى في الكلمه بنحس انه ايه ده، ايه اللي حصل؟ قد كده في فرق فعلا في الزمن. الفكره بقى ان زي ما الاجيال بتتطور المفروض ان احنا يكون عندنا الوعي، بنتطور يعني معاهم اسبيرنت ان احنا نتطور. كلام اهالينا ده كان بيضايقنا، اللي هو طب ما بابا ما دي الاغاني اللي انا بحبها، يعني مضايقاك في ايه؟ وكذلك ده بيحصل مع اولادنا طبعا. بالظبط، بيتضايقوا. فاحنا بقى مش المفروض نعمل، يعني زي ما حضرتك قلتي دايما احنا بنلجا للطرق اللي اتربينا بيها احنا بنطبقها. بالظبط. عاده الشخص مثلا اللي كان بيتضرب يا اما هيطلع بيضرب اولاده يا اما مش هيضربهم خالص، يعني يا اما هيعمل ده لو هو واحد ان ده قد ايه كان بيضره. سوري. او مش هيعمله خالص. احنا لو ادركنا النقطة ان احنا بنقلد البيرنت بتوعنا وبنعمل زي ما كانوا بيعملوا، فساعتها هيبقى عندنا الوعي ان احنا بقى نختار احنا هنعمل ايه. طب في بقى سؤال مهم جدا، يعني الطفل بيتاثر اكتر بالبيت ولا مع طفرة السوشيال ميديا؟ وبقينا نلاقي دلوقتي كل ولادنا ماسكين الموبايلات وبيتفرجوا على الفيديوهات والحاجات دي كلها، هل البيت هو اللي بيأثر اكتر ولا السوشيال ميديا بقى والفيديوز اللي بيتفرجوا عليها؟ ده سؤال حلو قوي. هقول لحضرتك، بص، في حاجة احنا ما بناخدش بالنا منها. الطفل قبل ما بيعرف شكله ونفسه هو بيعرف شكل ماما وبابا واخواته وجيرانه، لحد ما يكبر يبقى عنده ادراك انه يبص في المرايه ويعرف انا مين، وبيعرف صفاته وتقييمه لنفسه، انا حلوه انا وحش انا ذكي انا مش. ده مش من خبرته هو، ما عندوش خبره، بيعرف ده من الناس اللي حواليه. فبالتالي احنا دايما اللي بنعرفه على حاجه هو يعرف منين السوشيال ميديا، يعرف منين انه في اوبشن انه يمسك الموبايل يتفرج على فيديوز او اغاني او كده. احنا اللي عملنا ده، احنا اللي بنعرفه ده. فبالتالي انا لما انا طبعا اللي باثر اكتر، انا ان انا البيت او الام انا اللي باثر اكتر. في امهات يا ريت يعني هم ما فيش مش موجودين في الدنيا يعني، بس في ناس تقدر تسيطر ان ما فيش طفل يمسك موبايل خالص خالص. يعني احنا هقول لك على حاجه، انا عارفه انه صعب بس احنا لو اعتبرنا ان ده اوبشن موجود احنا ممكن يبقى نعمل له تايم. يعني انا عامله كده، طبعا بتحكم في ده وعامله تايم وحاجات معينه اللي بتتشاف وكل حاجه، مهما يعمل ويتشقلب انا تمام ثابته. هو ده الحل اللي احنا بنرجع نقوله. انا دايما بقول الدكتور اللي بيقعد يقول ما تفرجيش ابنك، هو في الاخر بيتفرج. دكتور بيتفرج. في الام بتعمل ايه في البيت؟ بالزبط. الام بيتفرج. هي يا حبيبتي اللي نفسها تقعد ساعه عشان مش عشان ترتاح، عشان تعمل اكل. أيوة. فلازم تدي له الموبايل. فاحنا كده هو مستحيل ان هو ما يمسكش الموبايل، بس الفكره في ان احنا اللي زي ما بنعرفه ان في حاجه اسمها كوره، في حاجه اسمها لعب، في حاجات اسمها حسن الاستخدام. احنا اللي بنعرفه على ده. يعني احنا دايما المتحكمين، لو احنا سحبنا دورنا فبالتالي هي هيبقى تاثيرها اكبر بكتير مننا، احنا اللي بنتنازل عن دورنا للسوشيال ميديا، فبتاخده بقى وبتاخد دماغه وبتستلمه وبتوديك الحته هو وحظه. صح. لو احنا اللي سيبنا ويتعرفوا على بعض وخرجنا احنا هيكملوا مع بعض ويسيبونا. بصي، زمان يعني كنا بنتضايق قوي من اهالينا لما نحس ان هم مثلا بيقارنوا بيننا وبين حد من قرايبنا، يعني ده احسن منك، ده جاب مش عارفه نتيجه الامتحان بتاعته اعلى منك، بص ده بيلبس مش عارفه ايه، شايف النتيجه كانت عامله ازاي، شايف بيلعب الرياضه الفلانيه وانت ما بتلعبش. كل ده بيتقال على الاطفال. طب ده بيأثر على نفسيه الطفل؟ طبعا. طيب المفروض اعمل ايه او اقول للامهات دلوقتي يتعاملوا ازاي؟
لان خلي بالك في لحد دلوقتي ده بيحصل. طبعا ابن متلازمه ابن خالتك. الله ينور عليك. ابن خالتك وابن عمتك ومش عارفه ايه والكلام ده كله، فنعمل ايه؟ هقول بصي، انا مبدئيا لما بيبقى عندي مشكلات زي كده مع امهات، انا مش دعوه بالطفل، انا بتكلم مع الام. انا يهمني الام لو ادركت هي هتطبق كل حاجه صح. مزبوط. الام بالنسبه لي اهم حاجه. بقول لهم ايه بقى في النقطه دي؟ بقول لها لو جه جوزك قال لك انا عايزك تبقي شاطره زي بنت خالتك، دي اكلها حلو وبيتها نظيف وشاطره، هتتضايقي هتتغل، هل ده حاجه هتحفزها انها تبقى زي بنت خالتها فعلا؟ لا. ولا هتحس ان هي حاسه انها قليله؟ صح. انت مش مقدرني بمهاراتي واللي انا بعرف اعمله وانا مش راضياك. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، لو الطفل كان صغير فتاثر فعلا وتحمس ان هو زي يبقى زي ابن خالته، انا كده مش يعني انا بعوده على ان هو يقارن نفسه دايما بالاخرين، فهو مش هيطبق اللي انا قلته له مع ابن خالته بس، لا ده هيفضل طول عمره بيدور نفسه على انه يبقى زي الناس، ما بيقيمش نفسه بانا عندي ايه. هل اللي عندي احسن من اللي قدامي ولا لا؟ شايف نفسه ان هو قليل دايما، دايما هيبقى قليل، ودايما بياخد انطباعه عن نفسه من مستوى مقارنه بالناس، مش انا عندي ايه، انا ايه بالنسبه للناس اللي حواليا. فدايما المقارنه عمرها اذا هو ده الهدف منها ان هو يبقى احسن، مش ده الهدف مش خالص، مش هتجيب نتيجه. هي الام كل ما تيجي تقول له كلمه ابن خالتك دي تطبقها، لو جوزها قال لها الجمله دي هتعمل ايه؟ هتقوم تاكله. حلوه دي. بالظبط. طيب اطفال الجيل ده يعني تحسي ان هم فاهمين بزياده قوي. يعني ما شاء الله عليهم والله، بصراحه ابني بيعمل معايا كده باستمرار، فمش عايزين يتعاملوا معانا على انهم اطفال، دايما شايفين نفسهم ان هم يعني كبير وبيتصرف، ومع ذلك بتيجي تلاقي الام انا مثلا اروح متعصبه واقعد اغل والكلام ده كله، فمفروض اتعامل معاه ازاي او اقنعه بالحاجه دي ازاي؟ يعني قول لنا طريقه كده انا نفسي اعملها. هقول لك على حاجه. بصي في يعني لو احنا من جيل الثمانينات او التسعينات فاحنا مسكنا الموبايلات في واحنا في اعدادي او في اول الثانوي. اعدادي انا مسكتها في الجامعه. مسكت في اول انا في الجامعه. فالفكره ان احنا هو اكيد هو مش فاهم اكتر مني، بس هو اكيد فاهم حاجات اكتر من اللي انا متخيله ان هو فاهمها. دي النقطه. النقطه الثانيه ان الطفل اسلم طريقه ان هو يتعلم بالتجربه والخطا مش بالنصيحه. يعني لو انا جيت قلت لحضرتك في ايس كريم بالفستق ده طعمه خطير، هل ده معناه ان تقييمك للايس كريم بالفستق يبقى نفس التقييم؟ لا، لازم تجربيه عشان يبقى عندك حلو ولا لا. بالظبط. فالطفل لو قلت له ما تعملش كده، كده غلط، ماشي، بس ستيل هو مش لازم عارف، لازم يجرب. انا عندي ابني على فكره بيعمل كده، حتى لو قلت له ده غلط او ده مش حلو هو بيعمله اصلا عشان اقول له تمام. بالزبط. حتى وبعدين بيحصل فعلا بيبقى غلط. يعني هو اصلا الحاجه بتبقى غلط وهو ممكن يبقى عارف على فكره ان هي غلط. مثلا ابسط امثله، مثلا ما تولعش البوتاجاز، النار، الحاجات دي كلها، لا هو مصر يعمل ده لحد ما بيعمل مصيبه يعني. صح. بس خلاص مش هعملها تاني. لما بيعمله طاقته دي بتروح، مش هيفضل شغله البوتاجاز انه يعمل. بالظبط. خلاص انا عملتها. دي نقطه في نقطه يعني في الموضوع لا ده. لا بس بياخد باله منها فعلا. بالزبط. ففعلا لو انا قلت له كده وبس بزعق. البني ادم مش هيتعلم غير بالتجربه. أيوة يعني صح. احنا ابهاتنا وامهاتنا لما يقعدوا يقولوا لنا انتوا ما تعرفوش حاجه، ده احنا حصل معانا كذا، يا ابني انا بديك من خبرتي، معلش انا برضه عايزه بتعلم. صح مظبوط. احنا لو طبقنا ده على اولادنا ان هم برضه من حقهم يبقى عندهم خبرتهم الشخصيه وتجاربهم، يعني هنقصر على نفسنا الطريق. لازم نثق فيهم ان هو لازم يخوض بنفسه التجربه. عايزه اكلمك بقى في حاجه حلوه قوي كانت كنت انت عاملاها على السوشيال ميديا. يعني انا شخصيا اتفرجت على كام فيديو بقى منها، بعد ما العيال يناموا، بعد ما ينام العيال كده، او بعد ما ينام العيال. كلميني عنها بقى، وازاي جات لك الفكره دي وشفتي رد الناس عامل ازاي على السوشيال ميديا بعد ما شافوا، خصوصا انت بتعمليها بطريقه شويه تمثيل وكوميدي والحاجات دي كلها، فكلميني عن التجربه الهايله دي. هقول لك. بصي الاول مبسوطه قوي ان حضرتك اتفرجي عليها، يعني دي حاجه جميله وشكرا على الكلام اللطيف. بصي انا شخصيا انا عندي ثلاث اطفال، اربع سنين وثلاثه واثنين. ايه ده ورا بعض؟ معاناه. حياتي بتبدا بعد ما يناموا العيال. ما بعرفش اعمل حاجه في حياتي الا لما فالكلمه دي سلوجن حياتي. الاكل ده هيتشال في الثلاجه امتى؟ هتعملي الغسيل امتى؟ كله بعد ما يناموا العيال. فبالتالي بقى هو ده الوقت الوحيد اللي عندي وقت فاضي. في نفس الوقت انا اوريدي يعني عندي مركز وبتعامل مع بيرنت وبشتغل، ودايما بتكلم مع الامهات بشكل فريندلي، فبلاقي نقط كتير جدا نفسي اتكلم معاها كل الناس، ومش ما عندكيش وقت لده. وما عنديش وقت لده. فحسيت ان كنبه بيتي في البيت وبعد ما يناموا العيال ده انسب وقت ان انا اتكلم فيه كدكتوره. حلو قوي. مرت بكل الاكسبيرينس بتاعت المشكلات السلوكيه او تجربه الامومه عموما، بس مش في مكتبه، هي على الكنبه في البيت. فانا بتكلم حطيتي نفسك زي الامهات بالظبط. بالظبط. انا بتكلم ان انا بتخانق عادي وبلطش وبضرب وبزعق، كل العادي الطبيعي بتاعنا،
بس ازاي نعمل كده واحنا مش حاسين بالذنب قوي يعني؟ طب ايه اكتر المواضيع اللي انت عملتيها في الفيديوهات بتاعتك؟ بصي انا دايما حريصه ان يعني في فريم كده للبرامج التربويه انه إن الامهات دايما تحس انها بتتقطم حبايبي حفظ عارفه لو اعملي كذا خلي كذا مش عارفه تعملي كذا طيب شوفي بقى هيطلع ازاي بالظبط معلش ما كلنا بنعمل الغلط دي كانت اول نقطه انا واعيه ليها في البرنامج بتاعي انا مش عايزه اعلم الامهات يربوا ازاي لان انا ما اعرفش يربوا ازاي دول ولادكم انتوا وانتوا ادرى ناس بيها انا ما اعرفش بس انا اعرف انور لك على الحاجات اللي انت لو استوعبتيها هتعرفي تمشي على الطريق صح ومن اهم النقط اللي بناخد بالنا دايما منها في البرنامج ان انا بتكلم مع الامهات كام كبني ادمه انا عايزه اصلح مع الام زيك زيهم. المشكلات بتاعتها وهي طفله يعني دايما بنستوعب بتكلم على النقط ان الشخص مثلا العنادي او العصبي او اللي بيعمل كذا دلوقتي هو كبير ايه اللي حصل له زمان عشان يبقى كده فانا بعلم الام بتعلمي كمان مش بعلم انا بنور للام نقطه ان هو الحاجات البسيطه اللي انت شايفاها بسيطه دلوقتي دي هي ممكن قدام تحصل وتودي لشخص عامل كده فلازم تعرفي دلوقتي بالظبط تعديها ازاي يعني من ضمن الحاجات البسيطه اللي يعني اللي الحمد لله كان فيديو يعني عامل فيوهات حلوه قوي على الفيسبوك كنت بحكي ان لما الطفل يتخبط في الترابيزه تيجي مثلا الام تقول يا ترابيزه اخس عليكي ايوه انا بعمل فانا كنت بقول للامهات انه معلش ما هو مش الترابيزه اللي غلطت غير عاقل مش الترابيزه اللي غلطت هو اللي خد باله فما اتخبطش فلو انا لما بيعمل كده اقول لها يا ترابيزه هو مش هيحس ان هو غلطان مظبوط فلما يكبر هيحس طول الوقت ان كل الحاجات دي غلط كل الحاجات دي غلط صح انا ما بغلطش مثال بسيط حاجه صغننه قوي بس قد كده بتاثر لما يحس يعني عكس لو هي قالت له انت اللي ما خدتش بالك فاتخبطت فالمره الجايه ياخد باله غير لما دايما يعني يرمي اللوم على الاخرين كمان والحاجات الثانيه لما بيكبروا بقى ما بنبقاش عارفين المشكله دي جايه منين جايه من الترابيزه من الترابيزه يعني من السلوكيات اللي شبه كده طبعا الترابيزه دي دمرت اجيال عايزاكي يا دكتور منى يعني تدي نصيحه سريعه لكل اب وكل ام بيتفرجوا علينا دلوقتي هيسمعوا دكتوره منى بتقول لهم نصيحه ازاي يتعاملوا مع اطفالهم واحتياجات اطفالهم اوكي ده يعني كلمه مهمه قوي طيب اول حاجه انا دايما ببقى حريصه اقولها للناس ان انا بحارب المثاليه مش حاجه اسمها مثاليه مش حاجه اسمها ام مثاليه الجري ورا المثاليه ده شخص مثالي اصلا اطلاقا خصوصا الامهات اللي بتحب تحس انها تقدر تعمل كل حاجه ده جري ورا سراب ما بيأديش الى غير الحاجه غير ان هي بتحس بالذنب طول الوقت يعني دي اهم نقطه مفيش ام في الدنيا بتاثر عمدا مع اولادها اي تاثير بيحصل فهو عشان الحياه كده محدش مثالي نتيجة ظروف نتيجة كلنا مهما كانت تربيتنا إلا ما نلاقي عندنا ندوب صغيرة من طفولتنا لأن ما فيش حد كامل والندوب دي اللي بتشكل شخصيات دي أول حاجة الحاجة التانية أنا دايما بقول إن هدف التربية مش إنتاج طفل سعيد هدف التربية إنتاج طفل قوي قادر على مواجهة الحياة بعدين مش هدف إني أخلي طفلي طول الوقت سعيد وبيتنطط وبيعمل يعني لازم نكون واخدين بالنا من النقطه دي النقطه الاخيره والمهمه جدا ان لازم ناخد بالنا ان مرحله اعداد الطفل وهو صغير انا بجهزه علشان يواجه يعني مش بحاول احميه طول الوقت من مخاطر الحياه طبعا. لو انا حاولت احميه طول الوقت من مخاطر الحياه هيتعرض هيتخيل ان الحياه ما فيهاش مخاطر فمش هيتكون عنده الميكانيزم الدفاع او التفاعل مع الحياه لو انا طول الوقت بحميه مش هيتكون عنده مهارات انه يعرف يعمل بنفسه كل حاجه فدايما الحمايه الزايده هي مش من المثاليه نوفر له كل حاجه واعمل له كل اللي هو عايزه دي مش احسن حاجه احنا محتاجين نفكر في التربيه بدماغنا احنا وبخبراتنا احنا الشخصيه كل حد عنده من طفولته هو من الحاجات اللي حصلت له مش عايز انها تتكرر يقدر يصلح يعني كل واحد لو فكر بمنطق وفكر بعقل الطفل هو محتاج ايه مش هيحتاج خالص يروح لاي متخصص او يحس بذنب طول ما هو ماشي في طريق التربيه انا بشكر حضرتك جدا دكتور منى صلاح استشاري نفسي للاطفال ارشاد نفسي للاطفال نورتيني وشرفتيني والحقيقه استفدت انا كام يعني شكرا فبشكرك جدا وان شاء الله باذن الله يتجدد اللقاء معاكي ميرسي قوي شكرا لحضرتك مشاهدينا خلصت فقرتنا ولسه مكملين معاكم باقي حلقتنا انتظرونا بعد الفاصل تانية بفقرة جديدة هتدينا ثقة في ابتسامتنا. زمان كل الناس كان عندها تخوف لزيارة دكتور الأسنان، ما كانش حد بيقدم على الخطوة دي إلا لما وجع الأسنان يزداد عليه جدا،
لكن دلوقتي ومع التقنيات الجديدة والحديثة الناس بتروح لدكتور الأسنان دلوقتي بغرض التجميل، يعني من غير أي وجع. حد عايز يعدل من شكل أسنانه أو يزود من بياضها، هنعرف تفاصيل كتير النهاردة مع دكتوري ضيفي اللي منورني الدكتور جودة مروان، أخصائي تجميل الأسنان وعضو الزمالة المصرية لجراحات الوجه والفكين. أهلاً وسهلاً يا دكتور. شو الأخبار؟ أخبار حضرتك إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله. قولنا يا دكتور، لسه الرعب من زيارة دكتور الأسنان موجودة ولا قلت عن الأول؟ لا، قلب كتير من أقل صح؟ أقل دي الحقيقة. في ناس تجي يعني سعيدة ومبسوطة ومتحمسة للخطوة اللي جايين يعملوها، هن مدركين جايين إنهم يعملوا خطوة يعني تغيير بحياتهم. أكيد. مش بس تغيير بشكلهم، يعني كتير من المقالات حتى المش مختصة بتجميل الوجه والأسنان بتقول لك إنه 70% من جمال الوجه يعود إلى جمال الابتسامة والأسنان. أكيد طبعاً. الابتسامة بتفرق كتير جداً جداً، وده لاحظناه كمان. كان في زي بوست انتشر إنه شالوا الأسنان أو غيروا شكل أول تركيبة الأسنان. أول شيء بتنتبهي له هو الأسنان. مزبوط. ما تنتبهي لأي شيء تاني، دي حقيقة. طيب خلينا نتكلم شوية يا دكتور عن التجميل. بنسمع حاجات كتير قوي زي الفينير، زي الهوليوود سمايل. يختار ايه البيشنت؟ يختار مين؟ ولا يجي لحضرتك وباسسمنت بتقيم له الافضل؟ بالضبط، يعني حضرتك جاوبتي على السؤال. انا برايي دائما المريض يرجع للطبيب. الطبيب يساعد المريض باختيار افضل تريتمنت موداليتي، افضل طريقه علاج تناسبه. عرفتي علي شلون؟ على الرغم من انه الموضوع تجميلي بحت، الا انه ما يزال في جوانب طبيه دقيقه وجوانب بيولوجيه دقيقه لازم تتراعى بمنتهى الحذر عند تطبيق العلاج. فلا بد من انه الطبيب المختص هو اللي يوجه المريض بشكل رئيسي. ولا وفي مساحه انا بسميها يعني منطقه رماديه من النقاش، او يعني الاخذ والعطاء، خلينا نقول باللهجه العاميه، بين المريض والدكتور. نسمع بعض الحالات راي المريض ممكن فعلا يتطبق، بعض الحالات راي المريض لا يمكن انه يتطبق لاسباب بيولوجيه. خلينا نقول ما بدي اقول لاسباب صحيه، لانه ما في شيء ابسولوت كونترا انديكيشن عندنا بتجميل طب، يعني طب الأسنان تجميل ما فيش شيء قطعي يمنع التقويم، شيء قطعي يمنع الفينير، وإنما هي نسبة وتناسب، يعني كل حالة لها سيناريو معين. عرفتي مقصدي؟ طيب خلي القرار للطبيب. نتكلم على تفاصيل الفينيرز. ناس كتير قوي عندها فضول تعرف إيه الفينيرز بيتعمل إزاي، وكمان مشكلة البرد اللي بتخوف الناس، برد الأسنان. هل ده بيتم مع كل البيشنتس؟ لازم تتبرد أسنانهم؟ شوفي، ولا هو أنا لا يمكن أن أنكر أنه الفينيرز من فترة طويلة يعني قدم ثورة بطب الأسنان التجميلي. أوكي؟ أنه إحنا انتقلنا من أنه نحن نغلف السنة بالكامل لأنه نغلف وجهها السطحي، وقدرنا بعض الحالات يعني تتجاوز بعض الأساليب العلاج الكلاسيكية للفينيرز اللي بيخلص أحيانا بساعتين. اوكي، بجلسه واحده بجلسة بعض الحالات ايه فعلا بيكون ممكن تنتهي بجلسه واحده او بجلستين، يكون فاصل الزمني بينهم اقل من اسبوع او يومين او ثلاث ايام، يعني according to the case. اوكي، الفينيرز بشكل عام مثل ما دائما بشرح للمرضى، كلمه فينير معناها غطى. اوكي، لما جينا نعربها تعريب معنى اقرب اصطلاح اخذناه استخدمنا كلمه العدسه، احنا حنعمل قشره تغطي الاسنان من الجهه الاماميه، تعالج مشاكل كتير، مايكرو كراكس، تغير باللون، ديب بيجمنتيشنز، كسور، تعالج أشياء كتيرة. هنقف عند حتة اللون دي شوية. في ألوان بتكون طبيعية جدا جدا، بياض طبيعي، وفي ألوان صناعية. بتكون ناصعة البياض قد، يعني بتدي انطباع مش لطيف. أنا عايز أقول لك، أنا دكتور مين بيختار؟ أنا دكتور جودة، أنا مش ضد الأبيض الصناعي، بالعكس أنا بحبه. والله. والله عكس التيار يعني. وبرجحه، وبعض المرضى بقول لهم لما بيدخلوا لي لا هنختار الابيض الصناعي. بيطفي بعد شويه اللون؟ مش ما مثل ما نحن متخيلين، لكن بشكل او باخر المريض بيعتاد عليه. اوكي، طب واللي بيشوفوه يعتادوا عليه؟ يلي بيشوفوه برضه بعد فتره يعني هيحصل نوع من التعود، ما في شيء ما بيحصل له نوع من التعود. الابيض الناصع له وظيفه كثير كبيره عند مثلا الناس اللي مثل حضرتك. حضرتك تشتغلي مثلا بتزيعي في ظروف إضاءة مختلفة، أسنانك لازم تكون بيضة أيا يكن ظروف الإضاءة اللي أنت فيها. أوكي. فكتير من الناس، أو خصوصا لو في ناس، بعض الناس يعني المهنة تبعهم تتطلب يعني لقاء مباشر مع العملاء إلى آخره إلى آخره، بظروف مختلفة بإضاءات مختلفة، فأسنانه بيضة 24 ساعة لازم تكون. عرفتي علي شلون؟ ما لازم يكون برضه هو شايل الهم النقطة هاي. بلس انه اللون الابيض ناصع البياض يا جماعه، ايوه انتم قد تشوفوه في بعض الحالات تحسوا انه اوفر، لكن هو اوفر على يمكن هذا الشخص. لكن اذا هو حابه برضه انا ما لازم انكر العامل النفسي من نقطه التجميل.
معظم الناس اللي جاي تعمل تجميل أسنان جاي من منطلق نفسي، هو عايز يعزز ثقته بنفسه، عايز في نقطة في حياته عايز يحسها أنه صارت أفضل لما أسنانه صارت يعني قريبة للكمال. أنا ما بدي أقول كلمة الكمال لأنه الكمال طبعا لله. أيوة. طيب بنشوف بقى عروض وأوفرز كتير قوي على السوشيال ميديا مع اختلاف قوي جدا في الأسعار. هل دي اختلاف خامات؟ وإزاي البيشنت نفسه يقدر يفرق أو الطالب الخدمة يقدر يعرف دي لي غالية ودي لي سعرها رخيص؟ والله هذا السؤال كتير سؤال حلو، لكن جوابه يكاد يكون مستحيل. ليش؟ لأنه اليوم أنا لما بفتح، أنا مش كطبيب، كمريض هفتح أنا صفحة السوشيال ميديا قلب شوف الإعلانات، هلاقي كمية إعلانات ضخمة، هلاقي تضارب بالآراء، تضارب بالأفكار. يعني مع احترامي لكل زملائي، الكلام اللي أنا عم أقوله حيطلع مثلا الناس يقولوا آراء مختلفة. في اختلاف برضو بمدارس الطب، هذا الشيء معروف طبعا أكيد. أوكي، فأنا مش عايز أنا كمريض أني أنا أدخل بالدايليما دي والمعضلة هي مثل ما يقولوا باللغة العربية، وإنما بكل بساطة أنا حاول أبحث عن طبيب عدد حالاته المنشورة على صفحته على السوشيال ميديا كتيرة، فبالتالي هذا الطبيب عالج عدد كبير من الناس، عنده خبرة كتير كبيرة. في مسافة يا جماعة أنا عايز أكد عليها بين المعلومة النظرية والتطبيقية. طب الأسنان هو علم تطبيقي، يعني الخبرة العملية فيه بتلعب دور كتير كبير، إضافة إلى العلم النظري اللي هو أساس وقاعدة كل علم. أنا لما شوف عدد كبير من الحالات، شوف عدد كبير من المرضى عند دكتور معين، إذن لابد أن يكون هذا الطبيب أهل للثقة عند هدول الناس، بروح بسمع منه والله أنا لو اقتنعت ولقيت أنه كلامه ريزنبل ومفهوم وواضح، عرفت علي شلون؟ اتوكل على الله واعمل. لكن ما فيش خامات معينه او انواع خامات معينه؟ خامات بتلعب دور كتير. بنسال للمريض عايز السعر ده ولا النوع ده؟ بتلعب دور كتير كبير. وانا بقول لكل المرضى بشكل عام، تحت حد ادنى من السعر لا تعمل، لانك هتدفع التكلفه مرتين وثلاث مرات، واحيانا تدفع التكلفه برجع بقول من البيولوجي تاعك، من السن الطبيعيه بتاعك، من اللثه بتاعتك، من وقتك، من ستريس عليك، فتحت تكلفه معينه. يعني في سعر حد ادنى للخدمه الجيده حتى تتقدم، ما ينفع تنزل عنه مهما كان يا جماعه. طيب حلو، خلينا دلوقتي نقول خلاص عملنا التجميل، المتابعه هل بيحتاج متابعه كتير؟ جدا 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 المتابعه كتير مهمه، وانا عايز اقول انه المتابعه مهمه اصلا لاسنانك الطبيعيه. اكيد. اوكي، بعض المرضى بيسالوني انه الفينيرز بيعمل رائحه فم كريهه. طب اقول لهم انا معظم المرضى تبع رائحه الفم الكريهه ما مش مركبين شيء في بقهم اصلا، لا فينير ولا تقويم ولا كوبري ولا كراون ولا اي شيء. هو حضرتك كده بتتكلم عن العنايه ما بعد التجميل. انا كمان بسال على العنايه ما قبل التجميل وما بعد التجميل. العنايه هي اولا واخيرا، عرفتي؟ درهم وقايه خير من قنطار علاج مثل ما بيقولوا العرب قديما، يعني عرفتي علي شلون؟ تنظيف، ازاله الجير، الغسيل مره الصبح مره بالليل، ده مينيموم. اوكي، بانتظام. نستخدم مضمضه ذات فاعليه، عرفتي علي شلون؟ في بعض المضامض اللي هي رخيصه الثمن لكن شديده الفاعليه، ما راح نذكر اسماء مشان ما يكون في نوع من الاعلان التجاري، لكن موجودين وانا دائما بقول للمرضى عليهم. فالنقطه الوحيده، معلش انا مع احترامي للجميع، عمل الكسل، لا تكون شخص كسول. عرفت علي شلون؟ وانا بقول انت اعتبر نفسك استثمرت بنفسك لما عملت تجميل. اوكي، انا هتابع هذا الاستثمار بجلسات تنظيف بسيطه، هينجح بفرشه ومعجون، هينجح. انت لو جبت عربيه كل 10000 كيلو بتغير لها زيت، اكيد انت مجبر تغير لها زيت والا المحرك بده يعطل. عرفت علي شلون؟ نفس الموضوع بالنسبه للاسنان، نفس الموضوع بالنسبه لاي تجميل ثاني انت راح تعمله. لو انت لو اتبعت دايت وخسيت، بعد ما خسيت وصلت لوزن كويس، ما فيش ضمان انه نفضل خاسس على طول. لا، لازم هو الضمان بعد الله عز وجل انك انت تعمل تغيير باللايف ستايل بتاعك، انك تاكل كويس، تلعب رياضه. وبالنسبه للاسنان نفس الشيء، يعني الاسنان واحد من اساتذتنا الكرام، واسمح لي لازم اوجه تحيه كثير كبيره لمدرسه القصر العيني، جامعه القاهره، كليه طب الفم والاسنان جامعه القاهره، وطبعا كليه الطب البشري جامعه القاهره. صرح علمي شامخ عظيم، يعني مهما حييت ومهما وجهت كلام طيب لاساتذتي اللي علموني وصنعوني، انا خريج القصر العيني واختصاص بالقصر العيني بجامعه القاهره، فمهما حييت اساتذتي وشكرتهم، فضلهم كتير كبير علي بعد الله عز وجل بإني أنا أكون اليوم دكتور جودة المحبوب المعروف يلي الناس بتسعى أنها يعني شو بدي أقولك تعمل تجميل أسنانها عنده، تتعالج عنده. طبعاً كل فأنا بشكر كل التحية لكل أطباء القصر العيني، يعني سواء أساتذته سواء أطباء وسواء الأطباء المقيمين، كل الكوادر في القصر العيني ناس عم تقدم جهد جبار، يعني ترفع لهم القبعة. أكيد أكيد.
طيب خلينا نقول يا دكتور كل ده كنا بنتكلم على حد ما عندوش مشكلة في أسنانه بس عايز يعمل لها تجميل. طيب لو حد عنده بقى مشكلة، يعني عنده سنة واقعة، سنة محتاجة الأول علاج، ده بيقدر يعمل التجميل بس بيقدر بنظبط الأول ولا التصرف بيكون ازاي؟ عايز أقولك هو التجميل بالأسنان مش رفاهية، ضرورة، وهو التجميل نابع من محاكاة الطبيعة. يعني رب العالمين خلق الأسنان بأجمل شكل وأجمل منظر وأجمل صفة، أوكي؟ فنحن أول ما بدأت تعويضات الأسنان وتركيب الأسنان المفقودة ما كان متاح في طب الأسنان الخامات الحديثة اللي تحاكي الطبيعة وألوان الطبيعة. كانت معظم التركيبات من منشأ معدني، فكان في لون معدني، عرفتي علي شلون؟ معادن معينة تنعمل بخلائط معينة نركب منها تركيبات شكلها قبيح مخالف للطبيعة. بدأ السعي انه نحن نعمل تركيبات ذات شكل جمالي. اوكي، كل العلاجات اليوم بطب الاسنان يا جماعة الخير تحمل صفة التجميل اليوم بشكل او باخر، عرفتوا علي شلون؟ من اصغر حشوة لاكبر تركيبة تنعمل فوق زراعة المعروفة باسم البريدج او الكوبري. حتى الزرعة الامبلانت اليوم ما يزال في ابحاث قائمة على تطوير انه الامبلانت بدل ما تتصنع من معدن التيتانيوم تتصنع من مواد اخرى ذات لون ابيض، عرفتي علي شلون؟ تحاكي الطبيعة. بعد الزراعة بنعتبر الأسنان الجديدة دي زي أسناننا بالضبط، ليها نفس العناية 100% بالضبط، مفيش أي فرق 100%. وهذا من دلائل مدى تقدم طب الأسنان. يعني طب الأسنان هو من فروع الطب المتقدمة جدا على مستوى العالم، وبقول لك نحن هون في جمهورية مصر العربية طب الأسنان عنا في مصر متقدم إلى أبعد مما أنت تتخيلي. مفيش تكنيك، مفيش تكنولوجي، مفيش ماشين، ما فيش ماتيريال موجودة في الخارج أو في أي دولة رائدة مش موجودة عنا في مصر، ومش نحن بنعملها، ويمكن بنعملها أحسن حتى من الناس اللي بيعملوها برا. وحتى في دكاترة كتير من زمايلي أنا بوجه لهم تحياتي عم يسمعونا هلأ بيطلعوا بيدوا كورسات للأجانب بيحضروا الأشياء تاعتهم. دكاترة مصريين نحن بنفتخر فيهم ومشهورين كتير، بعضهم زملاء دفعتي بعضهم أكبر مني بجوهر التحية. يعني خلينا نقول نصيحة كده عامة بعد التركيبات، مثلا نوعية الأكل، الصلابة بتاعت الأكل، في حاجات بتعقنا إن إحنا نعملها؟ النصيحة العامة اللي هي الأوجه، يعني أنا دائما أقول للمرضى أسنانك طبيعية أو أسنانك صناعية، في كل مراجع تركيبات الأسنان التعليمات واحدة، يعني شلون؟ أكل بدرجة صلابة الجزر لازم نتجنبه، نقطعه، عرفتي علي شلون؟ شغلات بيقولوا لها إنه يعني بعض التصرفات الغريبة بالأسنان مثل إنه نفتح شيء ببقنا نكسر شيء. بعض الناس يعني بيستخدموا البق ليفتحوا كل شيء أو كذا، خطأ، عرفتي علي شلون؟ نستخدم نقطع نطبخ الأكل، التعليمات الطبيعية جدا للأسنان. ما يحافظ على أسنانك الطبيعية يحافظ على أسنانك الصناعية، سواء كانت فينير للتجميل البحت أو فينير لعلاج، لأنه الفينير أحيانا بعض الأحيان نستخدمه كعلاج طبعا. أو كانت كراون المعروف عاميا باسم طربوش، أو كانت بريدج، سواء البريدج معمول على أسنانك الطبيعية أو معمول على زرعة. مظبوط. ودكتور هننهي كلامنا زي ما حضرتك قلت بأن الوقاية دايما بتكون أفضل من العلاج بكتير، والسنة الطبيعية هي أفضل وأجمل وأقوى سنة بالعالم، يا ريت نحافظ عليها وما نحتاج إنه نركب سنة صناعية. إن شاء الله دائما نخليها وقت الطوارئ، يعني للضرورة. التركيبات للضرورة الحقيقة. دكتور جودة نورتنا، وأكيد هيكون لينا لقاءات تانية كتير بإذن الله. بإذن الله نورتنا. أهلا وسهلا مشاهدينا، هنطلع الفاصل ونرجع لكم تاني، خليكم معنا، استنونا. مرة تانية واختمها مسك. فقرتنا دلوقتي بتهم طبعا عدد كبير جدا من البنات، وخصوصا البنات اللي بتهتم باللبس وأي حاجة ممكن تبقى جديدة، اللي بينزل جديد، وهل أي بنت بقى بيليق عليها إيه، وإيه الستايلات اللي بتليق على كل حد فينا، الألوان اللي بتليق على كل الناس ولا لأ. تفاصيل أكتر هنعرفها وهنتكلم فيها مع ضيفتنا اللي منوراني في الاستوديو، مصممة الأزياء الجميلة الصديقة هبة كونسو. ازيك يا هبة؟ الحمد لله. صباح الفل عليكي. صباح النور. ايه الاخبار؟ الحمد لله كله كويس. حلو. سيزون جامد بقى، وصيف وحر وحاجات حلوة قوي شايفينها طبعا معانا في الاستوديو هنتكلم عنها.
وليه بقى يا هبه يعني نعرف الناس، انت طبعا من الناس الشاطره جدا، هبه بقى لها كتير جدا في المجال، ولكن نحب نعرف كل الناس دلوقتي فكره البراند جات لك ازاي، بداتيها امتى، يعني كلمينا اكتر شويه. فكره البراند كلها كل ما ناقص الست كنا بندور عليه، اللي ناقصني انا بدات ان انا ادور عليه وان انا اعمله عشان الناس كلها تلبس، لان انا كنت شايفه ان في ازمه. بدأتي بنفسك؟ او نفسي طبعا جربت كانت ازمه لا كنت الاول بجرب في نفسي الاول، وبعد كده لقيت الناس شجعتني فكملت. طيب بداتيها من امتى تقريبا؟ بقالي 11 سنه. اللي شجعك مين؟ اللي شجعك هقول لك، لا اللي شجعني ناس كتير قوي، كل ما حد كان يشوفني لابسه حاجه مين عاملها؟ انا طب ما يلا، طب ما تورينا، طب ما تعملي لنا. فبدات كده رحتي داخله بقى دايسه فيها على طول. طيب قولي لي هبه، انت دراستك ليها علاقه بمجال شغلك دلوقتي؟ لا خالص خالص خالص، ملهاش دعوه. لا 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 لا، انت عارفه ان انا بلاحظ ان ناس كتير جدا ملهاش علاقه بده، بس بيبقى فيه تحسي ان بذره فنيه، فانت كان فيك الحته دي وبتحبي ترسمي، بتحبي تعملي لا هقول لك، لا مش جيب. بحب ارسم، انا بحب الالوان، بحب اعمل ماتشنج من الالوان، ستايلنج وكده كده. لا واهلي كلهم في المجال، فانا والدتي كمان ليها ذوق رهيب يعني ابن الوزن. طيب طيب قولي لي اكتر حد كان بيشجعك على مدار ال 11 سنه من اهلك، من اسرتك بقى، بما انك بتقولي من اصلا من المجال نفسه؟ هي امي، مفيش حد تاني. امي يا ربنا يخليها، ويعني طبعا الف تحيه طبعا ليها. طيب بما اننا في فصل الصيف، ايه الالوان الترندي بقى؟ الالوان الترندي كل الالوان اللايت معانا، زي الاحمر، زي الاصفر، زي الاخضر، زي طبعا التايجر طالع مكتسح طبعا، والاخضر طبعا، والاحمر، والاحمر الالوان الفاتحه النهارده من هبه يعني، فا الالوان الفاتحه كلها. طيب عايزه اقول لك، عايزه اسالك سؤال جدا. البنات، في بنت بتلاقيها مثلا جسمها مليان شويه، وبنت بتلاقيها مثلا جسمها رفيع، هل كل الستايلات بتليق على كل البنات، ولا كل حد فيهم ليه حاجه معينه؟ لا طبعا كل حد فيها على اي اساس يعني؟ لا انا بقيسها على المصريين عموما. ايوه ايه بقى على مشكله بقى المصريين؟ ان احنا مليانين مش رفيعين بالظبط. يعني انا في شغلي مش بعمل الرفيعين دايما، يعني الناس بتحب تلبس واسع اوكي يلبسوا، لكن احنا سايز. عندنا لا، في حاجه البلت ده اساسي في شغلنا كله، الاستك اساسي عشان نقدر ان احنا ايوه طبعا نراعي ده. يعني المليانه هتقول لك مش هعرف البس دريس، لا احنا هنعمل لك الدريس اللي تلبسيه، جامب سوت مش هتعرف، لا عندنا حل. يعني مش لازم، مش كل الستايلات بتليق على كل الناس، كل واحده ليها ستايل، وكل واحده لازم تلبس اللي يليق لها مش اي حاجه. بتعملي ده يعني في العادي لما بيجي لك حد مثلا بتقولي له لا، وتلاقيه مصر على قطعه معينه ويقول لك وانا واحده ده منهم؟ حقيقي لا انا بقول رايي بس هقول لك على حاجه، يعني دايما دايما لازم البني ادم يشوف اللي قدامه رايه ايه، لان انا لما بعمل القطعه ببقى شايفه حد فيها معين، يعني انا في قطعه ما بعرفش البسها، انا في حاجات ما بعرفش البسها، يعني ممكن البسها لحد من اخواتي انا ما البسهاش. لا بتليق عليه لكن ما تليقش عليه. متليقش علي. طب. طب ما تورينا كده حاجات من الكولكشن بتاعك، وقولي لي بقى الحاجات الترندي فعلا اللي نازله، فورينا كده. بصي اول حاجه معانا الجامب سوت، طبعا احنا ما نقدرش نستغنى عنه طبعا، ده بس كل السنه دي حبينا ده واسع طبعا، بس انا حبيت اعمل حاجه مختلفه شويه، ان احنا عملنا عليه فيست الشغل ده هندي كله سيرما، حلو قوي، عشان يعني عايزه اكسر القاعده شويه، ان هو كله كل السوتس طبعا اللي طالع اللي هي الاتنين ساده مع بعض في بعض. لا لا لا, 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 لا. اوكي ده تمام. بيتلبس لوحده وده بيتلبس لوحده، حلو قوي. نقدر طبعا واسع طبعا، ما بصي اي قطعه عندنا تقدري تستخدميها باكتر من شكل، انا بحب الحاجات دي قوي، بحب كده قوي، عشان احنا ما نبقاش متضايقين احنا بنشتري قطعه كده عشان ايوه. ومعانا ايه بقى تاني قولي لنا كده؟ الدريس ده بقى بصي الماتشنج بتاعت الالوان بتاعته كلها سمري قوي، حلو قوي قوي. ده بقى كل الاجسام مش لازم جسم معين، بصي الوسع اللي هنا ده كل الاجسام تلبسه واحده زي يعني ده مش ده اوفر سايز، ينفع اي حد كده، بصي ده كده اوفر سايز، وممكن برضو المحجبه وغير المحجبه تقدر كل حاجه. لا ما هي غير محجبه هتلبس، هتلبس حاجه من هنا، الطاب اللي طالع جديد ده اللي هو بيبقى يغطي القطعه دي بس. اوكي معانا ايه تاني؟ عندنا بقى الدريس ده، واو شفت منه بقى الوان حلوه قوي، الالوان بتاعته والبانيرو كمان، ده دريس كات من جوه، حلو قوي، ده في الوان بتاعته حلوه جدا ويناسب الاستك بقى اللي بقول لك عليه ده، التفاصيل بتاعته تحفه، حاجه ده تانية. عشان الجسم برده المليان يقدر بالزبط. يلمه لا والبانيرو اهو، ان انت برده البانيرو اوفر سايز عشان تقدري اي حد يقدر يلبسه براحته. عندنا بقى ده، قولي لي ده دي حاجه، دي بقى دي حاجه فاشون شويه، واو اكتر حاجه شدت أيوة. بصي لو حاجه تانية طلعت ترندي قوي موضوع الورد الكتير ده، بس انا عاملاه طبعا بدبوس عشان عايز اشيله، نقدر نشيل طبعا. طب هو مفتوح؟ لا بصي هو ده لازم حزام من جوه، اوكي يدخل من جوه ويلف على الجسم كويس ويتربط،
ثبته كده ثواني. اه حلو قوي الكم بتاعه على فكره، حركه الكم دي بحبها قوي. لا ما احنا بنحب الديتيلز كلها، كل التفاصيل هتعجبك. تحفه قوي. طب نقعد بقى نكمل وبعدين نرجع نكمل الكولكشن. كنت عايزه بقى اسالك، الفتره اللي فاتت انت تميزتي بموضوع السواري، مع انك طول الوقت انت يعني بتعملي كاجوال كاجوال كاجوال، مره واحده لقيتك انا لبست في حلقه من عندك هنا كان بنطلون كله سواري. فهل ده معناه ان انت هتتجهي الاتجاه ده، نصمم بقى فساتين سواري ونعمل اللاين ده، ولا لا مش اللاين ده قوي؟ بس انا كنت دايما كل ما اروح فرح الاقي مشكله المعازيم مش عارفين يلبسوا ايه. أيوة. وعايزين يلبسوا حاجه يلبسوها في اكتر من مناسبه، مش تبقى مناسبه واحده. كويس. فبدات ادخل في الخط ده ان انا عايزه الناس تلبس. الموضوع بقى مأزمني انا شخصيا، انا لما اجي فرح مش عارفه البس ايه. بس بقيتي بتعملي، انت عملتي اللي فات ستات؟ عملت. ايوه بالظبط. ولسه هعمل. عملتي حاجات كتيره قوي، فحسيت اي حاجه ناقصه الست هنعملها مع هبة كنتور. أيوة مش أيوة. حاجة مستحيلة يا جماعة. طيب ازاي بتنفذي اي قطعة يا هبة من بداية ما بتنزلي تجيبي القماش والحاجات دي كلها لحد ما بتسلميها تبقى قطعة كده زي ما احنا شايفين، يعني المراحل بتاعتها بتبقى عاملة ازاي؟ كلميني عنها. بصي المراحل، اول حاجة انا عندي التخيل عندي عالي شوية. اول حاجة بجيب الماتيريال، الماتيريال اللي عجبتني تمام اجيبها. وعامة الماتيريال تلات ارباع الماتيريال بتاعتنا احنا بنطبعها. انا يعني ما عنديش حاجة. يعني انت مش بتبقي عارفه انت نازله لا خالص، انت بتنزلي لا. وبتشوفيها كده. أيوة. تمام نكمل. لا بشوف الاول الماتيريال اللي عجبتني. أوكي. ابتدي بقى دماغي تتحرك، لان انا عندي الموضوع كله عايزه اقول لك هو يا اما بترسمي. تعرف انت عكس الناس، انا الناس عكس الناس كلها بتعمل. لا عشان انا عندي خبره. اوكي يعني طبعا انا اهلي، فانا خدت الخبره. أوكي. دي ان انا العب بالماتيريال اهم بكتير من ان انا اعمل موديل. ما كل الناس بتعمل موديلات، طب انت هتتميزي بايه؟ حلو قوي صح. فان انا العب بالماتيريال اهم بكتير، وان انا اعرف اختار الماتيريال دي هتناسب دريس، هتناسب سوت، هتناسب بنطلون، هتناسب شميز. هتعرفيها منين غير لما تحسي الماتيريال الاول؟ يعني انت اول حاجه، اول خطوه بتعمليها ان احنا بننزل بنشتري الماتيريال. آه. وبعدين ايه بقى اللي بيتم؟ ابتدي اشوف الطبعات اللي عجباني. لا انا ما بعرفش ارسم. آه. انا التخيل عندي هو اللي يعني عادي. بتقولي حتى لغيرك. آه. حتى لا انا تمام. برسم يعني على الماليكان مش. أوكي. على الورقه. اوكي تمام حلو. خلاص قوي. بعد ما برسمها الباترونيست انا عايزه دي، يبتدي ان هو يطلع لك. بعد كده نتجه طباعه. ايه بقى متميزه برضو في الموضوع ده؟ الشكل اللي انا عايزاه. ما بعملش الحاجه يعني لازم يبقى الحاجه فيها فن. دي بقى بتاعتي، دي لعبتي انا، موضوع الفن في الطباعه دي اهم حاجه. اه طب انا بشوف ده. كنت عامله شميزات وتيشيرتات صح كده؟ مظبوط. لا بصراحه كانت حلوه قوي ومتميزه. طب كنت عايزه اسالك برضو سؤال، الحاجات الطباعه دي دايما بنعاني من قصه ان هي ممكن تقشر، ممكن يحصل لا 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 لها لا لا. مشكله. ما بسالك بقى، هل هي بتبقى انواع ولا هي بتبقى طبعاً. ايه؟ اصل انا اكيد بعاني، ممكن والله اشتري قطعه غاليه جدا وتلاقي الطباعه بتاعتها مثلا حاجه قشرت حاجه بقى. فبس أيوة. انا ده بيبقى تصنيع حاجه محدده ولا ماتيريال ولا كل إيه؟ لا كل ماتيريال ليها طبعه معينه. أوكي. يعني في نوعين من الطباعه او ثلاثه من الخبره. ايوه نوعين من الطباعه او ثلاثه. لا بيبان. والخامات اللي انا بستخدمها ما بتتعملش عليها الطبعه اللي بتقشر اصلا. اوكي لا انا مجربه. أوه. انا عارفه. انا بس بحب اوضح للناس دايما، لان اكتر حاجه بيعانوا منها ان ممكن تبقى القطعه مثلا بتقشر مع الغسيل، مع كتر الغسل وكده. وبعدين اهم حاجه برضو انت من الناس اللي بتتبع التعليمات. آه طبعًا. طبعا. اه طبعا. ودايما بتنبهي الناس. لا انا عايزه اقول لك ان في ناس عندي لابسين حاجات من 5 سنين ومن 6 سنين بشوفهم لابسينها. انت هتقولي لي انا. أيوة. يعني انا واحده من الناس دي يعني طبعا. عايزين بقى نكمل بقيه الكولكشن. انا عارفه ان طبعا الكولكشن اكتر من كده، بس احنا عشان طبعا دي الوقت. طيب قولي لي بقى ده ايه؟ بصي بقى التايجر زي ما قلت لك طالع تريندي جدا بالوانه. بالوانه بس احنا مش هنعمل المعتاد طبعا. فكالعاده لا الالوان بتاعتها حلوه قوي. ده ست. ده ست على بعض. ده بنطلون. اوكي البنطلون طبعا عملنا فيها حركات كده، وال الكم فيه ديتيلز حلوه قوي برضو. انا بحب الكم ده قوي على فكره، بيدي شكل حلو بدل ما بنقعد نشرب. لا والماتيريال بتاعتها طريه خفيفه على الصيف، واضح عليها حلوه قوي. والشميز ده، الشميز طبعا ما نقدرش نستغنى عنه، الماتيريال دي قطن، فحبينا ان احنا نعمل حاجه بسيطه قوي عشان نغيره. الهندي طبعا شكله مختلف قوي. يا هبه لا والوانه حلوه قوي. شويه انت حاطه له جيب صح كده؟ وجيب جيب عامله شكل، جيب شكل وجيب. أوكي. هنا منظر تاني. وعاملين البلت ده عشان لا اللي عايزه بقى تفكه تفكه، وعايزه تخليه تخليه. وحلو قوي اللي محطوط على الرقبه برضو. ما هو لازم الماتشنج تبقى كامله. حلو قوي حلو قوي. انت عامله منه الوان صح؟ عامله منه الوان كتير قوي. تمام اتفضلي. طيب عايزه اسال هبه سؤال مهم جدا، ايه الخطوه
اللي انت عايزه تعمليها الفتره اللي جايه؟ يعني انت بقالك 11 سنه عملتي حاجات كتير قوي، ايه الخطوه اللي انت بتفكري فيها الايام اللي جايه؟ ان انا عايزه اعمل لاين من اول البنت وهي عندها سنتين لحد السن اللي احنا واصلين له دلوقتي. يعني انا عايزه الناس كلها تلبس من HK. اوكي حلوه قوي، يا رب ان شاء الله يوفقك، لان انت يعني من الناس الشاطره المتميزه جدا بجد يا هبه. طيب عايزه اسالك سؤال بقى مهم جدا، يعني انا نفسي بحبه، بحب البازارات قوي. انت ايه رايك بقى في موضوع البازارات، يعني خصوصا ان بقى كل الناس دلوقتي او كل البراندات بتلاقيها موجوده، غالي رخيص كل حاجه بتبقى موجوده فيها، ايه رايك في موضوع البازارات؟ جربتيها ولا لا؟ لا جربتها، اكسبيرينس حلوه جدا ان انا ابتدي ان انا اتعامل مع الكلاينت مني ليه مباشر لان موجوده في الايام كلها. موجوده طبعا. لا لازم ابقى موجوده وبتعرف على الناس كلها وابتدي اتعامل مع الناس كلها، بس هي دي خطوه حلوه جدا لان البازار مش بيبقى واقف عليك انت بس، والمنافسه بتبقى فيه قويه جدا. تقدري تحسي انت ناجحه ولا لا، الموديلات بتاعتك ناجحه ولا لا، اللي جنبك برضو نفس القصه ممكن طبعا مميزه ولا لا. فالشغلانه بتاعتنا دي لازم المنافسه فيها مهمه جدا طبعًا. وان انت تقدري تشوفي انت فين من الموجودين، فده كان حاجه مهمه بالنسبه لي. طب شايفه ان البازارات البراندات المصريه مكتسحه الموضوع؟ طب ايه رايك في الناس اللي بتعمل براند من لا براند، يعني مجرد بس ان هم لا ما بتابعهمش حد، ما بتعمليش ده؟ لا خالص. مقلدين، بتشوفيهم مقلدين؟ بصي هقول لك على حاجه، دايما انا بحب الجديد، يعني ما بحبش اكرر موديل. اوكي. طب انت هتبقي مميزه ازاي؟ لازم يبقى عندك المختلف ولازم تبتكري. بس معنى كده يا هبه ان انت مش بتطلعي على اي حاجه بره مصر عالميه مثلا؟ لا طبعا انا بسافر وبشوف ده. لكن انا بشوف ايه اللي هيناسبني انا كمصريه اعمله. بحب اشوف الفاشن جدا، بحب اتفرج على حاجات كتيره جدا بره، لكن انا مش هقلدها لان مش كله هنا زي هنا. بالظبط. بشوف اللي يناسبنا ايه. اجسام هنا وثقافتنا مش زي ثقافتهم خالص. طيب انا عايزاكي تقولي نصيحه لكل بنت وكل ست بتشوفنا دلوقتي فيما يخص بقى الازياء واللبس، وجهي لهم بقى نصيحه. اهم حاجه ان انا دايما بقولها ان كل واحده تلبس اللي يناسب لها، مش كل ما حاجه ترند تطلع او موضه تطلع فهتمشي عليا، لا البسي اللي يليقلك. احنا كلنا كده، انا شخصيا كده ما اقدرش البس حاجه ما تليقش عليا لان مش تبقى حلوه. بالظبط. اعملي انت ترند لنفسك. ايوه بالظبط، حلو قوي دي، اعملي انت ترند لنفسك. طبعا. انا بشكر مصممه الازياء صديقتي الجميله هبه كنسوه، شرفتينا ونورتينا واكيد فدتيني انا قبل ما تفيدي كمان المشاهدين. بشكرك وان شاء الله يتجدد اللقاء ان شاء الله. مشاهدينا خلصت حلقتنا، بتمنى تكونوا استفدتم منها، واشوفكم في حلقه جديده من برنامجكم ريفيو. دمتم في امان الله، تحياتي.